حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري حاء، وحدثني قيس بن حفص، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، اخبرنا سعيد الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ثلاثاً، أو قول الزور، فما زال يكررها. حتى قلنا ليته سكت